ما كنتش جيت في وقت متأخر. ما تقولش كده حسن، البيت بيتك وتيجي في أي وقت. اتفضل اتفضل. أنا يخليك. أهل البلد عاملين إيه؟ كله تمام الحمد لله دايما. أهلا 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 يا أبو علي. طالما قلت أبو علي يبقى الأمور حلوة، وهتكلم بقى بقلب جامد. تحب نكمل هنا ولا ندخل أنا وأنت المكتب؟ لا لا ملوش لازمة المكتب، أنا جاي في حاجة سريعة كده وماشي على طول. لا ما ينفعش، أنت تقعد وتاخد واجبك وتشرب قهوتك كمان. لا قهوة إيه؟ خليها شربات. أصل أنا جاي عشان لبنى. لبنى؟ آه هردها. أنا الصراحة ما صدقت إنك كلمت مروان وقلت له إن ما عندهاش مانع. طيب برضو يعني حتى لو هنتكلم على لبنى تقعد ونتكلم بهدوء كده، صلي على النبي مش كل حاجة بسرعة يعني. لا والله يعني اعذريني، أنا كلامي مع الرجالة ولا قاعد الباشا. طبعا يا حسن طول عمرك بتفهم في الأصول. طيب ممكن أطلع أخد مرتي؟ لا 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 ليه ما تطلع تجيبها لك؟ اطلعي هاتي لبنى. مش هينفع دلوقتي أصلها نايمة. لا أنا مش نايمة. عشان تعرفي بس اني غالية عندي واني ما اقدرش استغنى عنك. اول ما عرفت ان خلاص عقلك رجالك وعرفت ان جوزك فوق الكل قلت خلاص يا حسن انسى اللي فات ونفتح صفحة جديدة. وانا هاجي معاك يا حسن. الهبل اللي انت بتقوليه ده، لبنى مش هترجع معاك يا حسن. ايه الكلام ده يا عادل باشا؟ انا كده ازعل. اديك سامع بودانك، لبنى بنفسها قالت هتيجي معاك يا حسن، سيبك من ريم خالص. اه سيبك من ريم، اسمع كلام عادل بس بعد اللي هقول لك عليه. انا هقول لك عادل في دماغه ايه وبعدها هاجي معاك، بس لازم توعدني انك هتعمل لي كل اللي انا عايزاه. عادل كان بيلعب لعبه وفاكر ان خيوط اللعبه كلها في ايده، بس انا بقول لك اهو كل اللي هو عايزه انه عايز يحطك انت واخوك تحت رجليه. وبعدين؟ أنا بقى اللي هحطه تحت رجلي. أنا مستعد أرجع لك يا حسن وأبقى معاك كمان على طول، وطالما هبقى مراتك وفي عصمتك يبقى أنت اللي هتجيب لي حقي، وأول حق بقى أنا عايزاه من الراجل ده. تفضل يا ربنا. تتفضل فين يا حسن؟ مش وقته يا ريتال. هو إيه اللي مش وقته؟ رجعتها؟ رد عليا يا حسن. ايوه ايوه. طب مش كنت تقولي على الاقل يعني كنت سبتلكوا البيت عشان تعرف تهيص انت والحلوه؟ عذراكي والله العظيم يا لبنى، اصل حبيبتي حسن ده اللي تعرفه تفضل مكلبشه فيه بايديها واسنانها. اوقفي يا لبنى بكلمك. ايدك عايزه تتكلمي اتكلمي مع حسن، اعتبريني مش موجوده خالص. عاجبك كده؟ فهمني يا حسن عشان انا دماغي خلاص هتطرشق مني. ما تلمسنيش. عايزك تعرف حاجه واحده بس، ان انا هنا مش قاعده لك تاني. رايحه فين؟ اوعى ايدك، رايحه لامك تيجي تشوف حل في اللي انت بتعمله فيا ده. ريتال اهدي وانا هفهمك. انا مش عايز افهم يا حسن، الكلام معاك خلص خلاص. اهدي بس يا ريتال، ما تبقيش عبيطة. هو انت عايزاني اقعد معاه بعد اللي عمله؟ مش هيحصل. وبعدين انا مش هنام وارتاح لما يجي مروان ويقول لي عنده علم باللي عمله حسن ولا لا. ما هو لو عارف يبقى بيقويه عليا. انا لازم استناه علشان يقول لي اللي حصل بالظبط. يقويه عليكي؟ استحالة مروان يعمل كده. طب كلميه. كلميه واساليه. قولي له حسن رجع البنت اللي اسمها لبنى دي ولا لا؟ حاضر انا هكلمه، بس انت اهدي شويه. ما تقوليليش اهدي، مش ههدى يا زينب. ريتال لا يا حبيبتي، انت لازم تهدي عشان نعرف نفكر صح.
هديت يا زينب. حبيبتي انت كان لازم تقعدي مع حسن وتفهمي منه ايه اللي حصل. هو ما كانش عايز لبنى، وطالما رجعها يبقى اكيد في حاجه حصلت. اللي حصل يا حبيبتي ان حسن بيحب يبقى ديك البرابر، يحب النسوان كلها حواليه، ده لو صحي من النوم ما لقاش 3-4 جنبه ممكن يتجنن. اساليني انا. رتال، زي ما انتي عارفه حسن انا كمان عارفاه، استحاله يكون بالدماغ دي. اهدي اهدي عشان نعرف نفكر صح. خليكي قاعده هنا شويه، هروح ادي الدواء الجبريه وارجع لك. ماشي؟ دواء ايه اللي تديهولها؟ انتي فاكره ان دي هتموت؟ دي هتموتنا كلنا وتقعد على قبرنا. حرام عليكي يا بت، اهدي، ما ينفعش كده. ماشي يا حسن، ماشي. تعالي يا زين. معاد الدواء يا مرات عمي. اتفضلي بالشفاء. من قلبك. انت لازم تاخدي الدواء في ميعاده. لا هاخدوش. ايه لازمة الدواء لما اللي حواليكي يدعوا بس من ورا قلبهم؟ انت ليه بتقولي كده؟ هو انا عملت حاجة تزعلك ولا قلت كلمة تضايقك؟ لا عملتيش، بس انا عارفة انك مش مرتاحة، وانا ما عايزاكيش تعملي حاجة وانت مغصوبة ولا من ورا قلبك. اطمني يا مرات عمي، انا مرتاحة ومش تعبانة. لا تعبانة وبتيجي تطلي عليا وانت مغصوبة. أقول لك على حاجة، أنا ما صفيتش ولا ركت الكريمة إلا عشان خاطرك، وعمر قلبي محن لحد غيرك. بلاش ندور في القلوب يا مرات عمي، خلي كل قلب مقفول على اللي فيه، يمكن لو فتحنا البيبان مش هنعرف نقفلها تاني. وبلاش نقعد نقلب في اللي فات، خلينا نفكر في اللي جاي، وخلينا نسيب لعيالنا ذكرى حلوة لما يكبروا نحكيها لهم ويبقوا مبسوطين. هروح اجيبها بكره. هتقولك مش هرجع البيت الا لما لبنى تخرج منه. وانا كنت عايز اتكلم معاكي في الحكايه دي.